السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في الأسبوع الثاني من دورة برمجة المتحكمات الصغيرية بلغة سي. تكلمنا في الأسبوع الأول عن لمحة سريعة عن المتحكمات الصغيرية وقمنا ببرمجة برنامج بدائي. الآن سنتكلم في هذا الأسبوع بإذن الله عن أدوات الإظهار. كما سبق وتكلمنا في الأسبوع الأول، المتحكم الصغيري عبارة عن صندوق أسود نقوم بإعطائه دخلة معينة ليعطينا عدة أشكال من الخروج. أحد هذه الأشكال هي شاشات أو أدوات الإظهار بشكل عام. سنتكلم في هذا الأسبوع عن نوعين من شاشات الإظهار. أولاهما هي 7 سيجمنت، والثانية هي ال LCD. لنبدأ مع السيفن سيجمنت. ما هي السيفن سيجمنت؟ هي عبارة عن أداة إظهار بنوعية الأحجام بنوعية الأشكال، تستخدم لإظهار الأعداد والأحرف حسب قدرتها. ماذا يعني هذا الكلام؟ أولا، هذا هو الشكل العام للسيفن سيجمنت، كما نلاحظ 7 قطاع، لذلك سميت بسيفن سيجمنت. متنوعة الأحجام تأتي أحادية أو ثنائية بأحجام صغيرة أو كبيرة. متنوعة الألوان كما نلاحظ. متنوعة الأشكال تأتي بهذا النوع، تأتي بهذه الأشكال. طبعا هذا النوع قادر فقط على إظهار الأعداد حتى الرقم 9 وإظهار المحارف حتى المحرف F، بينما هذا الشكل وهذا النوع من الـ 7 سيجمنت قادر على إظهار جميع الرموز تقريبا التي نحتاجها، حتى إشارات الزائد والضرب وكل أشكال المحارف تقريبا. الآن هناك نوعين رئيسيين لأداة الإظهار، وهي الكومون أنود والكومون كاثود. الكومون أنود هو المصعد المشترك. كما نلاحظ قبل البدء بالتفصيل في هذا الأمر، لدينا الشكل العادي أو البسيط 7 سيجمنت، وهنا نلاحظ تفصيل له. نلاحظ وهي عبارة عن 7 قطع، يبدأ العد من القطع العلوية بالرقم A، ومع اتجاه عقارب الساعة نعود حتى الرقم أو المحرف G. كل محرف من هذه المحارات يمثل ليد ضوئي. طبعا هناك دوت تعمل عند توصيل هذه السيفن سيجمنت. ولكن ماذا يعني كومون انود وماذا يعني كومون كاثود؟ في حال كون السيفن سيجمنت نوع كومون انود، فهذا يعني ان جميع مصاعد الليدات موصولة الى نقطة واحدة، ويجب بسطها بالارضي، او عفوا يجب بسطها بالفي سي سي بالجهد المرتفع. إذا قمت بوصل نقطة الكومون أنو الموجودة في كل 7 سيجما، فسوف يتوجب علينا فقط تشغيل الليد عبر إرسال القيمة 0 لا. الآن لو كان عندي المتحكم الصغري على فرض ميلاد ما، وقمت بوصل أحد البنز إلى ليد بهذا الشكل، يحتاج هذا الليد لكي يعمل إلى جهد مرتفع 1 فولت، لأنني قمت بتوصيل المهبط إلى الأرض. ولكن ماذا لو أنني وصلت الليد بهذا الشكل؟ هذا يعني أنني أحتاج إلى قيمة 0 من المتحكم الصغري حتى يعمل هذا الليد، وإذا أعطيته القيمة 1 فلن يعمل، لأن هبوط الجهد على طرفيه متساوي، هو يحتاج إلى قيمة معينة حتى يضيء. نعود إلى هذا الشكل.
إذا حتى أستطيع تجريب ليد معين في حال كون 7 سيجما من النوع كومن أنود، فعلي إعطاء القيمة صفر لهذا الليد. أما في حال كونه وفي حال كون 7 سيجما من النوع كومن كاثود، فيجب علي إعطائه القيمة واحد حتى يعمل. الآن نتوجه بالتفصيل في هذا الأمر. هذه هي 7 سيجما كمان. في حال أردت أن أظهر الرقم واحد، فما علي إلا أن أقوم بتشغيل الليدين F و E. كما نلاحظ الرقم واحد قمت بتمثيله بالشكل الستة عشري. كما نلاحظ أريد تشغيل الليدين E و F والسيفن سيجمنت من النوع كومون أثود أو كومون أنود عفوا. أقوم بإعطاء القيمة صفر للليدين E و F لكي أقوم بتشغيله، وبالتالي أستنتج المكافئ 16 وهو F3 للرقم واحد. ولكن إذا أردت تشغيل الرقم 2 كما نلاحظ، يجب علينا تشغيل الليد A و B و G و E و D. يجب علي إعطاء كل هذه القيم القيمة صفر حتى تظهر لدينا أو يظهر لدينا الرقم 2. الآن سوف يكون المكافئ 16 هو الرقم 25. أريد تشغيل الرقم 3، علي تشغيل A و B و C و D و G. سوف أقوم بإعطاء هذه اللدات القيمة صفر وأستخرج المكافئ 16 لها وهي 0D. الآن وبعد الانتهاء من كل الأرقام التي أريدها، طبعا أنا أتممت فقط حتى رقم 9، بإمكاني أن أكتب الرمز أو المحرف A عبر تشغيل كافة اللدات ما عدا الليد دي، يمكنني عد حتى المحرف F. هذه هي قاعدة البيانات التي أحتاجها. إذا عندما أريد تشغيل الرقم واحد، علي إرسال القيمة F3 إلى المتحكم أو إلى 7 سيجمنت وهكذا. الآن علي برمجة المايكرو. سوف نقوم بالبرمجة عبر برنامج الإدمن ستوديو. كما تلاحظون هذه هي الشاشة الرئيسية لبرنامج الإدمن ستوديو. سوف أقوم بفتح أو إنشاء بروجكت جديد، وأختار الخيار الأول GCC C Executable Project. وسوف يطلب مني الآن اختيار نوع المتحكم. على سبيل المثال نعمل مع المتحكم ATmega 8. سوف أقوم طبعا يعطيني معلومات بسيطة عن هذا المتحكم. في حال اختياري له، يقوم بإعطائي احتمال تنزيل داتا شيت و يعطيني المتحكمات أو الأجهزة التي يمكن المبرمجات والأجهزة التي يمكن وصلها مع هذا المتحكم. سوف أختار ATmega 8. الآن سيقوم البرنامج بتشكيل مشروع شبه جاهز أو شبه موجود فيه الأدوات البدائية التي أعمل عليها عادة، أي سوف ينتج لدي المكاتب الابتدائية التي يجب علي استدعاؤها، والتابع الرئيسي، وحلقة الوايل اللانهائية كما نلاحظ هنا. طبعا يقوم بوضع أيضا تعليق يدل على التاريخ. وهذا هو البرنامج الابتدائي. الآن ما علينا فعله هو التالي. أولا سوف نقوم بتعريف أحد البورتات على أنها خرج، ولتكن البورت إذا علينا كتابة الرقم التالي 0xFF. هذا يعني أن جميع بنات القطب B هي عبارة عن خرج. الآن سوف أقوم بتشكيل مصفوفة ولتكون integer 7 segment display وإعطائها القيمة أو الرقم 9، عدد عناصر 9، وأقوم بتمرير
هذه العناصر إليها. الآن الرقم الأول هو F3، طبعا بالقيمة 26، بعدها القيمة 25. الآن القيمة 0D، من بعدها القيمة 99، بعدها القيمة 0 أو C9 كما نلاحظ هنا، أو عفوا 6-9، بعدها القيمة C5، ثم 1F، ثم 0-0، ومن ثم 1-8. الآن قمت ببناء قاعدة بيانات بسيطة لتشغيل السيفن سيجمنت هذه. كل ما علي فعله هو الذهاب إلى حلقة الواي الواحد، وببساطة قم بكتابة التعليم التالي: بورت بي يساوي 7 display قيمة العنصر الذي أريد إخراجه، ولكن أريد أن تقوم بالعد على سبيل المثال بشكل تصاعدي. كل ما عليه فعله ببساطة هو وضع حلقة 4، integer i يساوي 0، i 9، وال i يزداد. الآن أقوم بتمرير قيم هذه المصفوفة إلى هذا البورد، وبالتالي سيقوم هذا البرنامج بالعد من القيمة 0 إلى القيمة 9. الآن سأتوجه إلى التبويب build وأقوم ببناء هذا التطبيق الذي قمت بصنعه لأرى الأخطاء التي ظهرت. كما نلاحظ وجود خطأين، قمت بتعريف البورد قبل التابع مين، يجب علي تعريفه ضمن التابع مين. الآن project أو build GCC application. كما نلاحظ عدم وجود أي خطأ وتم بناء البرنامج بنجاح. سيعمل تلقائي. الآن الذي سيحدث أنني لن أستطيع ملاحظة تغير الأرقام، فهو سيقوم بالعد بسرعة كبيرة جدا. تكلمنا سابقا عن أنه يقوم بتنفيذ حسب جودة المعالج مثلا مليون تعليم بالثانية، لذا علي إجراء تأخير، وهو الإجراء الذي نستخدمه دائما عند تشغيل اللاب. سوف نقوم باستخدام مكتبة التأخير الزمني include delay .h إلى المكتبة util. الآن كل ما علينا فعله هو إجراء تأخير زمني عبر التابع. نلاحظ أن برنامج Eclipse Studio هو friendly program، أي كل ما علينا فعله هو كتابة أول حرف من المتغير، أول حرف من التابع، أول حرف من المصفوفة، أول حرف من البورد. سيقوم باقتراح مباشرة عليه. هناك نوعين من التوابع: الديلاي ام اس والديلاي يو اس، أو الديلاي مايكرو سكند والديلاي ملي سكند. الآن الديلاي ملي سكند سوف أقوم بتأخير 250 ملي ثانية لكي أستطيع ملاحظة التغير في تشغيل اللدة، ولكن
أريد إجراء إضافة أخرى إلى هذا البرنامج. ما سيفعل هذا البرنامج أنه سوف يعد من 0 إلى 9 مباشرة عند تشغيل المايكرو، وسوف يقوم بفعل هذا دائما. ولكن ما سأفعله هو أنني سوف أقوم بإضافة زر إلى هذا المتحكم، بحيث أن هذه العملية لن تبدأ إلا في حال تحقق هذا الشرط. إذا بالتالي علي تعريف أحد البنات على أنها دخل. سوف أختار الـ DDRC وأعطي لأحد البنات فيها القيمة 1 أو 0، وبالتالي سوف تكون دخل. سوف أختار البن C0، وبالتالي سوف تكون القيمة F. أو لسهولة الكتابة سوف أجعل جميع البورد C هو عبارة عن دخل. وأيضا سوف أقوم بتفعيل مقاومة الرفع، وبالتالي علي كتابة التعليم التالي: هذا يعني أن جميع البنات في البورد سي هي دخل ومفعلة المقاومة الداخلية، مقاومة الرفع الداخلية، وبالتالي قيمتها الابتدائية هي الواحد. لذا عندما أريد تحقق أي شرط يكون ما علي كتابته، سوف نختار بن بي وليكن بن سي 0 يساوي 0، وبالتالي علي وصل البوش بوتون إلى الأرض. وفي حال ضغطي لهذا الزر سوف يقوم عندها وعندها فقط بتشغيل هذه التعليمات. الآن سوف أطلعكم على برنامج جميل جدا. هذا البرنامج اسمه فريتزينج. صراحة هذا البرنامج استهواني جدا، لأنه يقوم بتقديم محاكاة واقعية لما يحصل على أرض الواقع. فهو أولا يقوم بتقديم بريد بورد، يعطينا المخطط السكيماتيك، ويعطينا حتى إمكانية توصيل الدارة الإلكترونية المطبوعة للدارة التي أعمل عليها. الآن لنقوم بتطبيق البرنامج الذي تكلمنا عنه. سنحتاج أولا إلى متحكم، وليكن 168 ميجا 168، إنه لا يفرق كثيرا، يختلف كثيرا عن متحكم 8 ميجا 8. طبعا يمكنكم اختيار نوع هذا المتحكم، نوع توزع الأرجل والإصدارات المختلفة له. لاحظ هنا ميجا 8، ها هو المتحكم 8 ميجا 8. الآن قلنا أنا أحتاج إلى 7 سيجمنت، نذهب إلى مكان وحدات الإظهار ونلاحظ وجود 7 سيجمنت. ها هي 7 سيجمنت. من جمالية هذا البرنامج، انظر، يعطينا كافة التفصيلات عن هذه 7 سيجمنت. يقول لي هذا الليد هو الليد العلوي أو الـ A، هذا هو B، C. انظروا كيف يقوم بإعطائي خطا مبينا أن هذا هو الليد الذي أحتاج لتشغيله. كما نلاحظ أنه أعطاني الشكل العام وهو الكومون أنود. نلاحظ هنا توجهنا إلى الخصائص، طبعا الحجم، النوع، ويقول لي كومون أنود أم كومون كاثود. إذا قمت بتغييره سوف يختلف تلقائيا، يتحول إلى كومون كاثود. نحن نعمل على النوع كومون أنود بالشكل التالي. الآن سوف أقوم بتوصيل هذه السفن سيجمنت إلى البورد B. التالي
طبعا يجب علي توصيل النقطة المشتركة إلى الـ VCC. الآن قمت أيضا بإضافة زر أيضا من جمعية هذا البرنامج. وجود عدة أشكال للبوش بوتون، تبلغ هذا الشكل. تلاحظون كيف أعطانا الشكل، شكل السكيماتيك لهذا البوش بوتون. قمنا بوضع هذا البوش بوتون على البين بي سي زيرو. هذا هو البي سي زيرو. طبعا تختار فقط من أحد الأطراف، والآخر سوف يكون إلى الأرض. نذهب إلى البريد بورد. نلاحظ طبعا قام بتمثيل لي الاتنية 8 حسب ما اخترناها من النوع ال CSMD. لاحظ كيف أعطانا هذا البرنامج. بصراحة لا أعتقد أنه برمج بطريقة سهلة، لأنه يعطينا أدق التفاصيل في الدارة التي نعمل عليها. الآن فقط كي لا ننسى، نقوم بتوصيل هذا البوش بوتون. بالتالي ونأخذ الطرف الآخر إلى الأرضي. الآن إذا أردنا نقوم فقط بتوصيل هذه الأسلاك. طبعا يمكنكم اختيار نوع الأسلاك وطريقة لفها واستخدامها وكل الخصائص التي تحتاجونها. سوف نقوم فقط بتوصيل هذه الأسلاك تلقائيا. هذه هي 7 سيجما. طبعا ننتظر توصيل هذا الأسلاك. الآن من أين نحمل هذا البرنامج؟ طبعا نذهب إلى الموقع الرسمي وهو fredzing.org. توجه إلى الناحية داونلود ليتست فيرجن، ونقوم بتحميله من صفحة التحميل. طبعا يطلب في البداية إعطاء مبلغ لموقع كونه مفتوح المصدر. اختار نو دونيشن إلا إذا كنتم ترغبون في التبرع، ونختار نظام التشغيل ويندوز XP. بذلك نكون تقريبا انتهينا من الـ 7 سيجمنت. تكلمنا عن إضافة دخل إلى المتحكم الصغري وخرج في نفس الوقت. شكرا لكم وشكرا لإصغائكم.